يعني حقيقة هذه الألوان دكتور موجودة عندنا في مناطق الغربية في العراق على آلة الرباب، يستخدمون بها نوع من الغناء من العتابة ونوع الحدي وكل هذه الأمور. لكن حضرتك أيضا تحدثت بشيء جميل للغاية، بأن الموسيقى تنتشر بين البلدان. بلاد الشام أيضا كان هناك تأثر كبير للأردن بنوع من أنواع الغناء اللي دخلت للأردن. شنو أنواع الغناء اللي أخذها الأردن من الغناء الشامي؟ هو يعني الأردن وبلاد الشام ما بتقدر تحدد نوع الغناء إنه هل هو كان لقطر من أقطارها وانتقل للقطر الثاني. يعني مثلا عندنا غناء مشهور جدا في بلاد الشام، غناء الدلعونة طبعا، وغناء الدلعونة غناء جميل جدا مأخوذ من الدلع، وهو صفة أنثوية جميلة، فالشباب تغنوا بهذه الصفة ويعني أطلقوا العنان لأغانيهم في مجال الدلعونة اللي هو غناء ريفي وليس بدوي. هذا الغناء الريفي الجميل مثلا بالأردن تغنوا فيه بألحان معينة، في فلسطين تغنوا بهذا اللون كثيرا، لكن في فلسطين يعني يغلب الغناء الوطني، دخل على هذا الغناء الشعبي غناء الدلعونة، أصبحت كلها أغاني وطنية تغني للشهداء وخصوصا عند زفهم يعني بجنازاتهم كأنها معزوفة وطنية، يعني راحت أصبحت إلى الناحية. نعم أصبحت أغنية وطنية. نعم سنسمع أغنية يعني من غناء الدلعونة معنا الفنان محمود حمادنة، ممكن يسمعنا أغنية من الدلعونة. يا ريت. أهلا وسهلا. على دلعونة على دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا، لا بدي أمي ولا بدي باي، بدي حبيبي أسمر اللونة. على دلعونا يلجيت مبارح، يلي هواك وبالقلب جارح، يلي سكنت كل المطارح، مطرح عشيري لا تسكنونا. الله الله الله، يسلم صوتك.